جوهرات إفيز من 1982، مصمم بلبنان، قطع مميزة وفريدة، عاملة 47 معرض بدول العالم، بكان، بلندن، بباريس وبسعودية، وهلأ اشتركت بالشارجة وأنا كتير مبسوطة. تفضلوا زورونا هون لأنه فعلاً معرض كتير حلو وناجح متميز. فعلاً هالمعرض بيعمل كومبيتيشن مع أهم المعارض بأوروبا، وخلوا دايماً ببالكم إنه هيدا المعرض عنوان للحضارة، للتقدم، للرقي. هو حضارة بحد ذاتها وثقافة.